وفي تصريح خاص لتلفزيون البحرين، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أكد أن هذا الإنجاز البحريني هو ثمرة دعم جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه، وأشار سموه إلى أن هناك خططا مدروسة للارتقاء بالرياضة البحرينية. هي مو بإعجاب ولا هو باستغراب، ما دام اولا الدعم الاول والاخير اللي واصلنا مباشره من سيدي جلاله الملك ومتابعته لنا وحث لنا ان احنا دائما نطمح للافضل، لازم ان احنا نواصل على هذه القمه ونحافظ على بقائنا على القمه، وهذا الدرب الاصعب انك تبقى في القمه. ومنتخبنا اليوم ابدا ما خيب ظنه، جمهورنا اليوم ابدا ما خيب ظنه، ولله الحمد. هذه خطط مدروسه، و مثل ما خبرنا لاعبيننا قلنا أهم شيء طموحكم ما يكون هو كأس الخليج، إذا كان طموحكم كأس الخليج جلسنا على هذا المستوى، طموحنا عالمي، فإذا كان طموحنا عالمي أي شيء دون العالمي لازم يكون من حصيلتنا. طول العمر مثل ما تفضلت جمهورنا كان وفي بمعنى الكلمة، فريقنا كان وفي بمعنى الكلمة، قائدهم كان وفي، الآن معناته هناك خطوات جاية في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك. اللهم لك الحمد، هذا عصر الذهبي، اليوم تعدينا مرحلة عام الذهب، دخلنا في العصر الذهبي، وهذا أقل شيء نقدر احنا نقدمه لقيادتنا الرشيدة على رأسهم سيدي حضرة صاحب الجلالة، وبعدين فرحة الوطن هذه، يستاهلون شعب المملكة البحرين، يستاهلون هذا الفرح، يستاهلون هذه الروح اللي بذقناها بينهم، وخلينا هذا المنتخب يفرح كل دار في مملكة البحرين، اللهم لك الحمد. سمو الشيخ ناصر رجل لا يستسلم، الآن احنا اخذنا كأس الخليج وهذا اعتقد محطة من المحطات القادمة، ما هي النقاط القادمة الآن مع هذا الفريق اللي شرف وحقق لنا أكثر من بطولة في فترة زمنية قليلة؟ طبعا احنا الحين تركيزنا الأكبر كأس الخليج هو فقط مقياس أداء، وحققنا هذا المقياس، فزنا بكأس الخليج. أنا ما أشوفه ما فزنا من 50 مرة، احنا أول مرة نشتغل أصلا من 50 سنة، فأول مرة نشتغل بشكل صحيح، أول مرة نشتغل بشكل فريق متكامل، أول مرة نشتغل بإعطاء الفرصة والمسؤولية الكاملة للمدرب واللاعبين بدون التدخلات، فهذه نتيجتها. فالآن عندهم يومين يستانسون ويفرحون، والتركيز إن شاء الله بعد 3 أيام على معركتنا الحقيقية هي محاولة التأهل إلى كأس العالم. ناصر بن حمد قوله فعل دائما، طول العمر صرحت في عدة مناسبات وتحققت هذه المناسبات كلها، الآن احنا هل يقودنا هذا الانتصار وتحقيق هذا الحلم إلى إعادة الإعداد بالنسبة إلى أجهزتنا بصورة عامة في مجال كرة القدم؟ طبعا احنا شفنا الحمد لله على كل حال، يعني الوعود هذه ما هي بتهور وما هي بعدم دراسة، هي مدروسة وفيها صبر وفيها شجاعة وإقدام، ف وضع الفريق المناسب في المكان المناسب هو الصح. احنا ما نشوف محسوبيات، ما نشوف والله تاريخ فلان ولا من يكون فلان ولا الى اخره، احنا نشوف اللي قلبه على ديرته، شغله في المكان الصحيح، وادائه اداء يرتقي بالمستوى اللي احنا نطلبه والسرعه اللي احنا نبغيها، يكون موجود من ضمن الفريق. فما في اسم اليوم موجود معانا وصل هذا المنتخب الى هذا المستوى الا ان هذا الشخص منتقى، وحسب أدائه وحسب خبرته وفكره لقيناه في المكان الصحيح وحصلنا هذه النتائج ولله الحمد. رؤية ناصر بن حمد القادمة الآن مع هذا الإنجاز الكبير، هذا أصبح من الماضي، هذا أمس، احنا نتكلم في بكرة اليوم، احنا نتكلم في الحاضر والمستقبل. إن شاء الله احنا على مثل ما احنا على نفس الأداء وعلى نفس الاندفاع، كرة القدم فيها فوز وفيها خسائر، مو كذا فوز وخسارة واحدة، فيها فوز واحد وفيها خسائر أكثر، لكن لازم نفوز في الوقت الصحيح ونخسر أيضا، لكن كيف نحن نعوض هذه الخسارة وكيف نحن نرجع، لكن أهم شيء الثقة فينا، ما دام جلالة الملك وضع هذه الثقة عندنا وكامل الصلاحية بالتصرف بالارتقاء بالعالم الرياضي.